بسم الله نبدي. اليوم راح اسوي لكم هول، تراي اند هول. راح اجرب ملابس طالبتهم من شين او شين، كل واحد يسميه مثل ما يبي. اول شيء قبل لا نبدي حابه اقول لكم ان شين من المواقع اللي انا احبها وكنت اتسوق فيها من زمان، من ايام كنت ادرس برا، ولما رجعت الكويت اللي متابعيني من زمان بسناب شات يشوفوني اني انا اطلب منهم. ومن بد كل المواقع، الموقع الوحيد اللي جربت اني اسوي ريتيرن، يعني في قطع رجعتهم وسووا لي ريفند، رجعوا لي فلوسي. ممتازين. فانا شخصيا مجربه من عندهم وايد ملابس، ملابس كل الانواع، صيف شتاء ملابس بحر، مجربه من عندهم الاكسسوارات، طالبه من عندهم من قبل جواتي، طالبه كماليات المنزل. انا حافظه الويب سايت. فقبل لا تصير هذه فرصه العمل اللي صارت بيني وبين شين، قلت لهم لاني احبكم واحترمكم وانا من معجبينكم من زمان، اي قطعه ما تعجبني راح اقول رايي الصجي، لان انا بيني وبين رفيجاتي اقول لهم شنو اللي يعجبني وشنو اللي ما يعجبني من شيء. شغله وايد احبها فيهم التايم، يعني اللي صار عندي سفره، بالذات سفره بحريه. فاللي ابي اوصله قبل لا تصير فرصه العمل هذه بيني وبين الموقع، انا اطلب منه واحبه وحافظته وعارفته. فقلت لهم اني راح اقول رايي بصراحه، الشيء اللي يضبط علي والشيء اللي ما يضبط علي والشيء اللي احبه والشيء اللي ما احبه بالموقع، واتفقنا وباذن الله تستمتعون بهذا الهول. اوكي، قبل لا ابلش بعرض الملابس والاكسسوارات والنظارات اللي قدام وجهي، في شيء هيوج يميز شين عن باقي المواقع، واللي ما يدري عن هالشيء ضروري تعرفونه. بالويب سايت وبالاب، لما مثلا تدشون على قطعه مثلا بدله او تي شيرت، لما تنزلون تحت تشوفون في ناس حاطين صورهم، ناس طبيعيه مثلي ومثلكم، مو موديل، مو واحده طويله، ولا مثلا احد ايجن فيصير فيكم او بتيت صغيرون، يعني هم صغار يعني وايد بتيت، لا ناس طبيعيه. فتقومون تشوفون الفيتنج عدل مال القطعه، تشوفون الكواليتي، تشوفون الشم اذا مقسمه لطويل مثلا، يبين عرفتوا الماتيريال اذا نوعه متعفس اذا نوعه وسيع، فمثلا تاخذين سايز اصغر، تشوفون على ناس طبيعيه. فهذه الميزه اللي موجوده بموقع شين احييكم عليها، لانه وايد حلوه ومفيده. بعدين راح اقول لكم وايد استفيد منها بشنو. فيلا نبدي بعرض القطع. راح ابلش اول شيء بهذه القطعه، هي تي فنيله مع تنوره كامله يوم مع بعض، هي صايره التوب صاير كروب توب، يعني بين شويه البطن، وفي ديزاين من على الجنب كامل نفسه موجود بالتنورة. حبيت وايد التنورة ان فيها هذه القطعة كذي، يعني تعطي اكشن. ونفس الكلام اللي موجود على البلوزة موجود على التنورة. القطعة وايد حلوة، الخام حلو، وايد حلو. اخذتها هذه سايز اكس سمول، ممكن اذا جسمي عنده مقومات اقوى تطلع البدلة خطيرة، بس عجبتني عجبتني، وراح البسها ممكن حق ما ادري يمعة بنات اي شيء ما ادري، بس لان شقتها طويله وفيها بطن فيعني انتوا عارفين وين نقدر نلبسها، صح ولا لا؟ ثاني شيء راح اتكلم عنه هذا الدرس، وايد حبيته، وايد 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 حبيته، بالذات هذا التور اللي تحت وايد حلو. بس انا وايد ضايعه الحين، هذه القطعه خفيفه، وايد خفيفه صيفيه، بس هذا المبكر مو كنا حق شتا، ما ادري انا ضايعة. المهم وايد حبيت هالقطعة، بس فيها مشكلة واحدة، اتمنى لو كان مثلا الشم اضيج او في شيء بالشم، يعني حبيتها بس حسيت انه ممكن تكون وايد احلى من صوب الايد. غير كذي بالنسبة لي وايد حلوة، حتى لو ما تنفع حق الصيف نخليها حق الشتا ان شاء الله، وهم سايز سمول. صدق والله هالاشياء وايد تخربطني، هي صيف ولا شتا، يعني معناها خفيفة، بس حبيت انه حق الشتا. تشوفوا من على الجنب في تور وفي شقة صغيرة، أحس لو ألبس هذا البوت القصير يطلع ينن بالشتاء، ولونه أبيض بعد، خطيرة ترى القطعة. أخذت هذا النفنوف، حتى حق رمضان it's the perfect dress، ينفع حق رمضان، ينفع حق الصيف، ينفع حق بحر، ما أدري أحسه ينن، أقدر ألبسه كل مكان كل مكان كل مكان. إيهبل، أحب الأبيض شري ويكون في تحديد اسود انظيف فخامه. شغله واحده اخذتها سايز سمول، كان اصغر شيء سمول، بس هي الخامه شوفوا ستريتشيه، فصوب البطن لو يطلع اضيج يصير بيرفكت، بس اصغر شيء كان سمول. الخامه وايد حلوه عجبتني، مو اللي بسرعه تتعفس،
وما تخلي اللبس شكله شي دبلان، لا بالعكس مخليه شي طبقات وشكله حيوي. الحين راح انتقل حق البنطلونات بصورة عامة. انا نادر ما اطلب بنطلون من اي موقع اونلاين، يعني حس لازم اجربه ان كان شيء او غيره، فقلت this time خل اجرب البنطلونات. اخذت هذا البنطلون المشهور اللي نفس مال اديداس، اتوقع الكل يعرفه، اللي فيه هذول مو زراير، شو يسمونهم الكبسات، تك تك، ما ادري شنو اسمه. المهم ما اقول لكم نفس مال اديداس بالضبط، غير يعني الفينيشنج غير، الخياط غير، بس حلو يعني طلع مضبوط. من هني طلع ضيج، فيمسك على الخصر وبعدين يعطي هذا الكيرف الحلو، وانكم تلبسون مع تيشيرت تدخلونه داخل وشذي، نفس اللي الحين قاعد اوريكم اياه بالفيديو. اخذته بمقاس سمول، حبيت الطول، مو طويل وايد ولا مقصمل بالضبط، طلع فت. اي ثينك اي لايك ات، حلو يعني. البنطلون الثاني حكيته حك بالسفر، وايد لبسته هم نفس الطريقة، من صوب الخصر صاير كذي يعني يمسك الخصر، وبعدين هو جينز فيعطي هذه بوف التفخة مو طبيعي، وايد حبيته. من ورا صاير كذي في مخابي، ومن قدام في خيط، ومن على الجنب في خيط كامل، وفي شقات كذي بسيطة في مخابي من قدام. احب البنطلونات اللي فيهم مخابي، يعني تغريني لما اشوف بنطلون في مخبة يغريني، ما ادري ليش، في احد نفسي احب المخابي، احس كذي يعني احط، ما ادري بس احب المخابي. ومن تحت صاير مزموم في زم، فلبسته مع جوتي رياضة، ولبسته مع كعب. لما البسه مع كعب ارفع شوية من ساقي، خلي شوية فوق، فيصير من هني شوية بف. لبسته شي مع فانيلة ضيجة، ودخلت الفانيلة داخل مع كعب، رفعتها شوية وطلعت فيه نايت اوت. البنطلون اخذت هذا البنطلون سايز ميديوم، وطلع مضبوط علي. وايد انتبهوا على شريط المقاسات او مسطرة المقاسات اللي حاطينها، شو تسمون؟ عرفتوا هذا الشريط المقاس مع الخياط اللي يقيس المقاس، عرفتوا هذا الشريط؟ هذا خلوه يمكم لما تطلبون من شي ام، وايد مفيد. انا اقول لكم، انا الحين مثلا دشيت على هذا البنطلون حاط لي انه ميديوم على سبيل المثال، مقاس الخصر مثلا نقول 32، زين انا 32 اروح اخذ سمول؟ لا، مكتوب ان الميديوم 32 وهذا مقاسي، فاخذ ميديوم عشان يوصل لكم بالضبط نفس المقاس، وما تصير عندكم مشاكل ضيج وسيع وهالسوالف. هذا دائما اخليه معاي لما اي اتسوق. اوكي الحين انا اعرف مقاساتي، فخلاص اوكي الخصر كذي مقاسي، فمعناته اخذ ميديوم سمول whatever. بس مرات شنو القطعه تكون حدها عجبتني والمقاسات موجوده، ابي اعرف شلون راح تكون علي. فمثلا هم يحطون انه والله مقاس الصدر مثلا 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 100، اقوم ماسك المقاس واحطه 100 ويصير فيني يعني كذي راح يكون هالوسع. اوكي حلو، مو كل شيء لازم يكون بالضبط فت وضيج، في اشياء انا بيها اصلا تكون وسيعه. فمثلا اشوف والله كم المقاس 112 راح يكون هالوسع كذي، اوكي ممتاز انا ابي وسع. دائما اسوي هالطريقه، ونادر ما تيلي قطع وايد سايزها غلط، دائما تيلي يمكن قطعه ولا قطعتين واردهم فعادي، او ابدلهم، او يمكن اعطيهم اختي او اي حد. الحين راح اوريكم دريس، هذا اذا مو موجود عند كل بنت موجود بكبتك صدقيني قاعد يطوفك وايد. هذا الدريس شفتوه بسناب شات، اتوقع في بعضكم شافه، واللي ما شفتوه بسناب شات شوفوه الحين بالفيديو. ابوي ينن ينن ينن، كل رجاتي عندهم ياهم عندهم ياهم عندهم يا بدون مبالغه، عندهم هذا اللون، عندهم الازرق المخطط الازرق، نفس شري صار شكله حلو. انا اخذت هذا اللي هو احمر او بينك ما ادري، ينن باللبس ابوي مو طبيعي، لازم كلكم تجربونه، يحلي اللبس، الشم ماله شلون صاير كذي باف، صوب الخصر تشدين اكثر ما تبين، يطلع خصرش هالكبرى، ينن ينن ينن، اتعب انا اقول ينن. وكل رفيجاتي عندهم اياه، ما قدرت ابيه، يعني انا ابي يكون عندي، ابي يكون بكبتي. اخذته سايز سمول، لبسته مع جوتي رياضه، وايد حلو. تقدرون هم تلبسونه حق البحر، وتقدرون تلبسونه حق رمضان يمعة بنات، يصير حق كل شيء، وايد حلو. اما هذا القميص اللي هو قميص سلاش دريس طويل، صاير طويل وايد حلو، انا اسميه
اللبس المنقذ، تعرفوا لما تكونون مستعيلة جدا 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 وتبين شكلك يكون ينن جدا 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 وما عندش إلا 10 دقائق، بس هذا هو القميص. سو سمبل، أخذتها سايز ميديم عادي، في زراير اللي تحت، مخبة هني، والشم عادة أنا دائما أشفسه، however الشم مقاسه وايد زين، الشم يعني مضبوط، بس أنا دائما أشفسه لأن يصير شكله حلو. تبون تحطون عليه تاتش حلوة يعني، بس طقي هذه الترشية، شوفوا ترى حلوة، ترى حلوة تطلع معاه، وايد حلوة تطلع معاه. طقين لك الترشية وتلبسين لك نظارة، شكلك تعبانة على لوكش وانتي 10 دقائق، ولا انتي طالعة برا البيت حق رمضان بعد الحين حق الدراريع. صد 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 حلوين. خل أقول لكم الاكسسوارات أعزائي، احنا نشتري اكسسوارات أو أنا يمكن اللي يعجبونا وايد ناخذهم من مثلا أي محلات زارة أشنام وراتفر شيء، أني نزل نفسهم نفسهم وأرخص بزليون مرة. يعني أنا لازم لما أسوي شوبينج أخذ لي كذي خواتم، تراتشي، اكسسوارات، نظارات، أقط 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 وايد، ما أتحسف عليهم لأن سعرهم صراحة يعني وايد رخيص اللي ما أتحسف عليهم ويهبلون. باي ذا واي ترى حتى التيشيرتات أخمط منهم يعني أخذ بالهبل، وهم أشوفهم بالسوق. يعني هذه اللي أنا شايفتها، أنا شايفتها سوري، اللي أنا لابستها I'm already the coolest، شايفتها بأحد المحلات لما كنت بالمول، وموجودة بشين وايد رخيصة وايد سعرها حلو. وهم أخذت بعد هذه ما أدري شو مكتوب little things، المهم وايد حبيتها، حلوة، الله ريحتها حلوة، أوف ولا كل ملابسة لابستهم ولا، بس ما أدري شنو معطرتها، تينن ريحتها بخور قبل. أوكي الليجينج، أكثر من مرة أطلب من شيء أن ليجينج وللأسف ما يكفيني، دائما يكون كبير، أخذ أي أصغر مقاس اللي هو سمول، ومرات هم يكون إكس سمول، بس كله يطلع مو مضبوط من فوق. أوكي ماسك الليجينج، حالات الليجينج يكون ضيج، أوكي من فوق يكون زين، بس من صوب الركبة أو من صوب الفخذ من هني ما أدري يطلع وسيع علي. فإذا أحد مثلا مليان أكثر مني مليانة راح يطلع عليك تمام، اختي مضبوط عليها، انا ما ادري ليش وسيع، فيعني للاسف وايد حبيته. من هني صاير شفاف، وين لحظه خليني اوريكم، صاير شفاف من صوب من صوب الركبه وشويه من الفخذ شفاف، وهم من تحت شفاف من صوب الريل، وايد حلو حق النادي، وايد حلو، بس ما يكفيني راح اعطي اختي عليها بالعافيه. أخذت بعد هذا التوب علاق، أخذت منه أبيض وأسود، يعني أحسه مفيد حيل 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 حيل، لا أكثر من استخدام. شوفوا علاق عادي بسيط، شنو أسوي؟ خل أقول لكم الخياط شوية يعني عادي، يعني ما أقول لكم نظيفة عدل، بس يعني عادي تمشي ورخيصة جدا جدا جدا. بس مرات أبي شيء يكون كت، أبي شيء يكون سيدة، ما أبي قصة مربعة، ما أبي قصة دائرية، ولا أبي سبعة، أبيها بس يكون كذي خط. فهذه الله يسلمكم تكون خط، إذا مثلا لابسين جاكيت فوقها ما يبين العلاق، أو إنكم تدخلون العلاق بس perfect. فأخذت منها السودة والبيضة، أتوقع one size إذا ما كنت غلطانة one size. عشان أخلص من سكشن الملابس وأدخل بالإكسسوارات، بس بقول لكم عن آخر شيء أنا مجربته، البكيني وملابس البحر. بنات أنا مجربتهم، أنا مجربتهم شخصيا، طالبة من عندهم، بس شنو ومساعة أقول لكم وايد مفيد الصور اللي موجودة للناس طبيعية. ما أشتري واحد ما في صور، يعني أدش لما يكون في صور ناس عارضين أشتري، لأنه يبين الفتنج على جسمهم ويبين الكواليتي على الجسم، يبين كل شيء، خطيرين. مجربة من عندهم وايد ملابس بحر، فيعني أنا بس حابة أني أنصحكم فيه. أول شيء هذه النظارة حكيتها حك، حكيت حك 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 حك، وايد سألتوني عنها، اتينن اتهبل، طلعت فيها طلعات حلوة، راح أحط لكم كل الصور اللي صورت فيها، طلعت فيها بحر. هذه النظارة يعني بحروة الدينارين 3 دنانير، قطعت روحها 5 دنانير. هذه النظارة اللي ما تحسفين عليها، بيدك تان تحسينها ما تحسفين، رفيجتك قالت لك تبيها تقولين لها ما تغلى عليك، ضاعت ما تحسفين، اتينن. شنو بعد اكثر من كذي؟ اي لايك ات، وايد سكسيه، حلوه وايد.
تشوفوها. يس بيب. انا ترى قاعده اطالع تحت عشان اذا رفعت فوق راح الليتات ما راح تشوف شكلها، يعني سوري انا قاعده اسولف كذي. شنو رايكم قصتها تينن؟ شنو هالقصه؟ مثلث مقلوب ما ادري شنو هالقصه، يعني لا هي كذي لي فوق، يعني شوفوا صايره على العرض ايوه كذي واضح. تينن شنو هالفلتر سناب شات؟ لبستها مره بسناب شات وطلعوا سالتوني عنها، بس الحين اقدر اقول لكم من وين، من شيء ان اوكي. واخذت هذول التراتشي اللي توني وريتكم اياهم. لا لا صدق موضوع التراتشي والاكسسوارات الحين يا رمضان يعني تحتاجين حق الدراع كذي اكسسوارات وخواتم فضي وذهبي، انصحكم تخمون وايد اكسسوارات صدق حلوين. شنو بعد لاست ثينج اشواني ما نسيت، في يوم من الايام بما اني انا اتسوق من شيء واحط مثلا اشياء دائما بالسله، فدايما لما تدشون الانستغرام سيدة يحط لكم سبونسر صح؟ مرة كان طالع شرشف شراشف، عرفتوا الكفر مال الكفر؟ ما ادري شنو اسمه بصراحة، ديفوت ديفوت ما ادري شنو اسمه، ما بيخربط اوكي؟ الكفر مال الكفر والشرشف المخدة شي صار فيني نعم؟ شي ان عندهم هذا السكشن؟ توقعت انه اذا طلبته راح يكون السايز هني وفراشي هني، اتوقعت راح يوصلني مسخرة. اللي وصل طبعا اخوي طلب اثنين، واحد مخطط وواحد هذا الشكل، عرفتوهم؟ الله شفت شكلهم؟ حبيته وايد حبيته. المخطط اعطيته اخوي، السيدة حطه حبه وايد وايد حبه، قاعد يقول انه هو خفيف. انا للحين ما حطيته فراح اخذ كلام اخوي، قاعد يقول انه هو خفيف وايد حلو وبارد. جايز انا هذا ما استخدمته لان ما كنت ابي بطلع بيوريكم شكله، هذا هو زين شي صاير شكله. وهذه الماركه، في عندهم تصاميم اتينن. انا ما قمت اخذ من ايكيا انيمور ام سوري، يعني اقول لكم ليش. ينزل الشرشف اليوم الكويت كلها حاطته، يعني معقوله مره عبودك قاعد يصور ولا عنده نفس الكفر مالي؟ لا ما وصلنا لهالدرجه يا جماعه، ابي شيء يونيك. فقمت ادور اماكن ثانيه، يوم شيء ان شفته من عندهم برافو شيء ان برافو. ضروري راح احط لكم المقاس هني عشان لا تطلبون غلط، انا فراشي راح احط لكم المقاس مال الفراش، نسيت راح احط لكم مقاس فراشي زين من ايكيا، انا فراشي من ايكيا، واحط لكم مقاس هذا الحاف عشان اذا تبون يطلع عليه يطلع لكم مضبوط. I love this، رحت شفته يعني بدار اخوي جربته، يعني ما قاعد اقول لكم شيء مو شايفته. بس اتوقع هذول كل المشتريات من ذوقي واختياري وتجربتي، عشان كذي انا قاعد اقول لكم عنهم. عندي ديسكاونت كود 25% اوف، حلوين صح 25% مو شويه، اللي هو صمود 25. وبرمضان عندهم عروض مو طبيعيه، يعني هو شيء ان اصلا عندهم عروض طول السنه، فنزلوا التطبيق عشان ينزل لكم تنبيهات عشان ما يطوفكم شيء اوكي. فبرمضان تقدرون تستخدمون الديسكاونت كود مالي مع العروض اللي هم حاطينها، وراح يخلص الديسكاونت نهاية شهر 5. فأتمنى لكم تسوق ممتع، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.